نبدأ هذا اللقاء بتفسير الآيات المباركات من أول سورة الإسراء في قول الحق تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الآيات من أول سورة الإسراء، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. في مطلع هذه السورة يذكر الله سبحانه وتعالى ويقص علينا حادثة عظيمة، وهي حادثة الإسراء والمعراج لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله جل وعلا أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مع بعد المسافة بين المسجدين، وذلك بصحبة جبريل عليه الصلاة والسلام، وبوجود وسيلة النقل السريعة وهي البراق الذي جاء به جبريل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أركبه عليه وخطوه مد البصر. أما قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان كلمة تنزيه، تنزيه لله سبحانه وتعالى عن العجز وعن النقائص والعيوب وعن الشرك وغير ذلك مما نزه الله نفسه عنه، فهو المستحق للتنزيه المطلق سبحانه وتعالى لكماله وجلاله وعظمته وقدرته وكبريائه. الذي أسرى بعبده، فالإسراء هو السير ليلا، والذي أسرى بعبده هو الله جل وعلا، والرسول هو العبد، وهذا فيه شرف العبودية لله عز وجل، فقد وصف بها نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات وهي الإسراء، كما ذكر ذلك في مقام الوحي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالعبودية لله هي شرف العبد، وأكمل العبيد هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من المعجزات، حيث إن ما بين المسجد الحرام وبين المسجد الأقصى مسافة بعيدة تقطعها الإبل مسافة في مدة
في مدة شهر أو أكثر، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. الله على كل شيء قدير. من المسجد الحرام، أي من مكة المشرفة، لأنه صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هاني في مكة، وهذا دليل على أن كل ما كان داخل الأميال وله حكم الحرم من حيث تحريم الصيد وقطع الشجر وغير ذلك أنه يسمى بالمسجد الحرام. المسجد الحرام شامل لكل الحرم بدليل هذه الآية. إلى المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى بفلسطين، المسجد الأقصى سمي بالأقصى لأنه بعيد عن المسجد الحرام، وهو موطن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أول من بنى المسجد الحرام هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأول من بنى المسجد الأقصى هو إسحاق ابن إبراهيم أو يعقوب عليهم الصلاة والسلام. فهذان المسجدان مساجد الأنبياء. والمسجد الثالث من مساجد الأنبياء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. هذه المساجد الثلاثة مساجد الأنبياء. فأسرى به سبحانه وتعالى بصحبة جبريل على البراق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصل هناك وربط الدابة في مكان معين، ثم صلى بالأنبياء في المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء مع جبريل، وتجاوز السبع الطباق وبلغ إلى سدرة المنتهى، وخاطبه ربه عز وجل هناك، وفرض عليه الصلوات الخمس في هذه الليلة، ثم نزل إلى المسجد الأقصى وعاد إلى المسجد الحرام في ليلته ذهابا وإيابا، ذهابا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم العروج إلى السماء، ثم النزول، ثم الرجوع إلى المسجد الحرام في ليلة واحدة. ولما قص ذلك على أهل مكة، أما المؤمنون فهم آمنوا بذلك وصدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما المشركون فإنهم استبعدوا هذا واتخذوا هذا من الطعن على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن نضرب أكباد الإبل مسافة طويلة إلى المسجد إلى الشام، ولا نأتي إلا بعد مدة طويلة، وهذا يزعم أنه ذهب إليه ورجع منه في ليلة واحدة، لأنهم لم يتصوروا قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. ولكن أهل الإيمان زاد إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولما قالوا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: أما ترى ما أخبر به صاحبك؟ قال: وما قال؟ قال: يزعم أنه ذهب إلى المسجد الأقصى وعاد منه في ليلة واحدة،
فقال رضي الله عنه: إن كان قال هذا فهو كما قال، أنا أصدقه في خبر السماء والوحي، فكيف لا أصدقه في هذه؟ فهذه قصة الإسراء والمعراج، والحكمة في ذلك هي في قوله تعالى: لنريه من آياتنا. فأرى الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الإسراء والمعراج في الأرض والسماء من آياته الشيء الكثير، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. إنه أي الله جل وعلا هو السميع البصير، السميع الذي لا يخفى عليه، لا تخفى عليه الأصوات بجميع اللغات مع تفنن الحاجات، فهو لا يفوت عليه صوت من الأصوات في هذا الكون الفسيح. البصير الذي يرى ولا يحجب بصره شيء، يرى ما في السماوات وما في الأرض وليس دونه شيء يحجب بصره سبحانه وتعالى، فهو يرى ويبصر كل ما يكون في هذا الكون وما يحدث في هذا الكون. ثم قال جل وعلا: وآتينا موسى الكتاب، الذي هو التوراة. فكما أن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، فقد أنزل على موسى التوراة وجميع الكتب المنزلة من السماء هي من الله جل وعلا، أنزلها على عباده ليدلهم على ما ينفعهم ويقربهم إليه سبحانه وتعالى. وخص موسى والتوراة لأنهما أقرب الأنبياء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن موسى هو أعظم أنبياء بني إسرائيل، والتوراة هي أعظم الكتب بعد القرآن، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وأكملهم، فبين النبيين تشابه، وبين الكتابين تشابه. وعيسى عليه الصلاة والسلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل، وهو بعثه الله بالتوراة وأنزل عليه الإنجيل مكملاً للتوراة. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى، الكتاب جعله يعني التوراة جعلها الله هدى لبني إسرائيل، كما قال جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فكلا الكتابين كتاب عظيم مشتمل على ما يحتاجه البشر، والتوراة لبني إسرائيل، والقرآن لجميع الأمة من العرب والعجم والجن والإنس. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، نهي عن الشرك. قد نهى الله بني إسرائيل عن أن يشركوا بالله شيئا، وجميع الأنبياء جاءوا بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا غرابة في أن يوحي الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى موسى وإلى غيره من الأنبياء،
فهذا فيه تصديق لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وللقرآن الكريم. نعم. جزاكم الله خير. بعد أن وقفنا مع هذه الآيات المباركات